الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا لا نبي بعده. أما بعد، فيا أيها المؤمنون الكرام، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله تعالى وطاعته، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. صدق الله العظيم. إلى السماء تجلت نظرتي ورنت وهلت دمعتي شوقا وإيمانا. يسبح الله قلبي خاشعا ويملأ الكون تكبيرا وسبحانا. عام تولى فعاد الشهر يطلبنا، كأننا لم نكن يوما ولا كانا. حفت بنا نفحة الإيمان فارتفعت حرارة الشوق في الوجدان رضوانا. يا باغي الخير، هذا شهر مكرمة، أقبل بصدق جزاك الله إحسانا. أقبل بجود ولا تبخل بنافلة، واجعل جبينك بالسجداد عنوانا. أعط الفرائد قدرا لا تضر بها، واصدع بخير ورتل فيه قرآنا. واحفظ لسانا إذا ما قلت عن لغة، لا تجرح الصوم بالألقاب نسيانا. فأول الشهر قد أفضى بمغفرة، بئس الخلائق إن لم تلق غفرانا. ونصفه رحمة للخلق ينشرها، رب رحيم على من صام حسبانا. وآخر الشهر عتق من ألهابها، سوداء ما وفرت إنسا وشيطانا. نعوذ بالله من أعتاب مدخلها، سكنى لمن حاق بالإسلام عدوانا. أيها المسلمون، إن ربكم الله الذي لا تنفعه عبادة الطائعين ولا تضره معصية الكفار والفاسقين، فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا. ويداه مبسوطتان للسائلين والتائبين ليلا ونهارا. وهو الخلاق العظيم الذي لا يبارى، والمتفضل الكريم الذي لا يجار، رازق الخلق أجمعين مسلمين وكفارا، وطائعين وفجارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقد خلقكم أطوارا. أمن جعل الأرض قرارا، وجعل خلالها أنهارا، وجعل لها رواسي، وجعل بين البحر حاجزا، أإله مع الله؟ لا إله إلا الله. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك، وكنت لا شيء في العدم فأوجدك وأحياك، وبفضله غذاك، وبإحسانه رباك، يحيطك بلطفه، وبعين عنايته يرعاك. فأنت تعصيه فيمهلك، وتتوب إليه فيقبلك، وإذا دعوته استجاب لك ولباك، وإذا استعنت به في الشدة أعانك ونجاك، وإن سألته أعطاك، ومن تقرب إليه شبرا تقرب منه ذراعا، ومن تقرب منه ذراعا تقرب منه باعا. وإذا وقفت ببابه واستغنيت عن غيره كفاك، تقول يا رب يا رب، فيقول الرب: لبيك يا عبدي لبيك. وإذا ما ذكرته فهو لا ينساك.
Muhterem kardeşlerim, evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem ateşinden kurtuluş olan Ramazan ayı, ilahi rahmetin müminlerin gönüllerini doldurduğu müstesna bir aydır. Ramazan ayını kulluk dünyamızın rahmet mevsimi olarak karşılar, algılar ve yaşarız. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah şöyle buyuruyor. O sayılı günler insanlar için bir hidayet rehberi. Doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'an'ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır. Öyle ise içinizden kim bu aya ulaşırsa onu oruçla geçirsin. Ekulu kavli hâdâ ve estağfirullah aleyhi ve lekum ve yâfâdır tâhimine ve estağfirullah. الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لصفيه فقال عز وجل من قائلا مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد اللهم وارض عن الأربعة الخلفاء سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ذو الصدق والوفاء وبقية العشرة المبشرة وأهل بيت المصطفى وعن الأنصار والمهاجرين والتابعين إلى يوم الجزاء اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أيد كلمة الحق والدين إلى يوم الدين اللهم عليك بالظالمين يا أرحم الراحمين فإنهم لا يعجزونك يا أكرم الأكرمين اللهم اهدنا من خذل المسلمين يا قوي يا متين اللهم أهل لنا رمضان بالأمن والأمان والسلامة والإسلام اللهم اجعلنا صائمين فيه صيام الصائمين وقيامنا فيه قيام القائمين ونبهنا فيه عن نومة الغافلين اللهم قومنا فيه على إقامة أمرك وآذقنا فيه حلاوة ذكرك وأوزعنا فيه لأداء شكرك واحفظنا فيه بحفظك وسترك يا أبصر الناظرين اللهم طهرنا فيه من الدنس والأغدار وصبرنا وصبر المسلمين فيه على كائنات الأقدار ووفقنا فيه للتقى وصحبة الأبرار يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون